أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحل مشكلة تأخر صرف رواتب عمال إحدى شركات الإنشاءات فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل سداد رواتبهم المتأخرة. وشدد سموه على ضرورة الوصول إلى تسوية عاجلة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من جانب الشركة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على ضمان حقوق العمال وإلزام الشركات بصرف أجور موظفيها وفق ما يقضي به النظام والقانون، ويهمها تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل. وأكد سموه في هذا الصدد أن التشريعات العمالية البحرينية توفر الحماية القانونية للعمال بشكل عام وللعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التشديد على الشركات والمؤسسات بالالتزام بهذه التشريعات بما يكرس مكانة المملكة كبيئة جاذبة للعمالة وحريصة على صون وحماية حقوق جميع العمال وأصحاب العمل وفقا للنظم والتشريعات المطبقة.